يا أخي 16 سنة من السجن ليلا ونهارا، العذاب الشغل الأليمة، وراهم هنا رفاق إخواني كانوا معايا وهم يدخلوا وأنا عندي الشهر وقل شي 20 يوم عقوبة. في لحظة مؤثرة اجتمعت عائلة محمد فاضل الخمشان بعد فراق دام لسنوات طويلة. شاءت الظروف أن تحجزه في مخيمات تندوف، مخيمات الدل والعار، حيث عاش أوقاتا صعبة وتعرض للتعذيب لمدة 16 سنة. تم تنظيم استقبال حار بمدينة قليميم بحي رجاف الله من أجل استقبال محمد فاضل الخمشان، وكانت كل عائلته وأقاربه حاضرة. كانت اللحظة مليئة بالفرحة والدموع، حيث احتضنوا بعضهم البعض بقوة، وكانت الأمور مختلفة. فبعد كل هذه السنوات كانوا يشعرون بالأمان والحنان. رسول الله، أولا وقبل كل شيء، عاشت المملكة المغربية، عاش محمد السادس. الناس جزاهم الله عنا خيرا وأحسان، ده الاستقبال اللي عدلنا في القرقرات لا مثل الله، جزاهم الله خيرا وأحسان. الله ينصر سيدنا، والله يقويهم، والله يخلف عليهم، راجل لهم من عند الله وقتنا ما نسالوه، جزاهم الله عنا خيرا وأحسان. الله يتبعي. شعوري فرحان، حمد مولانا لأهلي وطني وأحبابي بعد 45 سنة من الألم. يا ربي حامدك وشاكرك، حامد مولانا وشاكر، يا ربي حامدك. هل لاحظت الفرق بين هنا وهناك؟ الفرق يا أخي شسيع. المغرب ليس كمغرب يامس، ما كيف تدولة في الديمقراطية وفي الرفاقة بالبشرية، جزاهم الله خيرا وأحسان. ياك سمعت والتقدم والازدهار، وعاشت المملكة المغربية لا عاش من غيرها. شنو هي رسالتك للناس المحتجزين في مخيمات؟ رسالتي للناس المحتجزين، الله يفتح عليهم يلتحق بوطنهم الحبيب، اللي منهم يبغي يلتحق بوطنه العزيز، الله يفكسرهم ان شاء الله من دي المعاناة ودلهم فيه من العذاب الأليم. الله يطلس سراحهم، هذا هو اللي يطلب لهم. اكسمع، هل تعرضت لأي حالة من التعذيب أو الإهانة أو غير ذلك؟ أي نهك؟ نعم نعم يا أخي، 16 سنة من السجن ليلا ونهارا، العذاب الشغل الأليمة، وراهم هنا رفاق إخواني كانوا معايا وهم يدخلوا وأنا عندي الشهر وقل شي 20 يوم عقوبة على لساني، شهد لله الله ورقيب، وفوت 45 سنة وكانني ماني مخلص. الله غالب، حد كلهم قالوها، قالوا يا خمشان العجيب اللي كنا نظنوك انت تسبق الاول، صدقت انت الاخير. والله ما كاين واحد هون تلفن عليا ما طاعد الله سبحانه وتعالى، هو قال لي يا عجبا، هذا اللي نعرفه فيك، دي المصيبه اللي بات فيك ما عرفناها. هذا يا اخي ان الله وان الله راجعون، شي كاتب والله. جزاهم الله خيرا، كبروا بين الله يكبر بهم، الله راجل لهم من عند الله، يجعل ربي يخلصهم عند مولانا تبارك وتعالى، هو اللي كبر وهو اللي خلق. جزاهم ومرحبتي بكم وسهلا، وجزاكم الله عنا خيرا واحسن. لا ولا فرحانين بخويا هذا فضيل اللي جاء، وفرحانه كان معنا عائلتنا واخوتنا واحبابنا وجيراننا، وفرحانين وفرحتنا ما قدها فرحه، والحمد لله والشكر لله. اليوم احنا فرحانين بعودة العم محمد فاضل الخمشان بعد 45 سنة من الغياب، والشعب المغربي كامل فرح، وجميع القبائل الصحراوية الحمد لله اليوم مشاركة معنا هذه الفرحة ديال الحضور ديال محمد فاضل الخمشان. احنا فرحانين كامل بعد 45 سنة والعودة إلى أرض الوطن. إن الغفور إن الوطن غفور رحيم. كنشكروا كاع اللي حضر معنا، وكنتمناو الشكر للجميع على حضور، وشكر للجميع. وعاش الملك ومرحبا بالعم محمد فاضل خمشان في الارض ديالو، بين الشعب ديالو وبين قبيله تياسين. ارسل يحيى.
في النهاية يظل هذا الاجتماع العائلي الدافئ في قلوبهم، ويعكس قوة الروابط العائلية والأمل في المستقبل رغم كل الظروف.